بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم مرة ثانية مع مقرر الحاسب الألف التعليم، إعداد الدكتور أحمد صادق عبد المجيد، كلية التربية جامعة الملك خالد. ونبدأ بالمحاضرة العاشرة، التعلم الإلكتروني e-learning. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، في نهاية هذا الدرس يجب أن تكون قادر على أن 1- توضح ماهية التعلم الإلكتروني، 2- تناقش أنواع التعلم الإلكتروني، 3- تستخدم التعلم الإلكتروني في مجال التعليم، 4- توضح التقنيات المستخدمة في التعلم الإلكتروني، 5- تناقش معوقات استخدام التعلم الإلكتروني في مجال التعليم. تعريف التعلم الإلكتروني: التعلم الإلكتروني هو طريق للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وإنترنت ووسائط متعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات إلكترونية وكذلك بوابات الإنترنت، سواء كانت هذه البوابات عن بعد أو في الفصل الدراسي. المهم هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة. أنواع التعلم الإلكتروني: النوع الأول التعلم الإلكتروني المباشر، ويطلق عليه المتزامن Synchronous e-learning. يهتم هذا النوع باستخدام تقنيات التعليم المعتمدة على الإنترنت لتوصيل وتبادل الدروس بين المتعلم والمعلم، ولكن في نفس الوقت الفعلي لتدريس المادة، مثل المحادثة الفورية أو تلقي الدروس التعليمية من خلال ما يسمى بالفصول الافتراضية. النوع الثاني التعلم الإلكتروني غير المباشر غير المتزامن Asynchronous e-learning. وفيه يحصل المتعلم على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي معين، يختار فيه الأوقات والأماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض أساليب التعلم الإلكتروني مثل البريد الإلكتروني أو شريط الفيديو، ويعتمد هذا التعليم على الوقت الذي يقضيه المتعلم للوصول إلى المهارات التي يهدف إليها الدرس. فوائد التعلم الإلكتروني: من أبرز فوائد التعلم الإلكتروني الآتي: إمكانية الاتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة والمؤسسة التعليمية، الإحساس بالمساواة، سهولة الوصول إلى المعلم في أي وقت، إمكانية تطوير طرق التدريس، ملائمة أساليب التعليم المختلفة، المساعدة الإضافية على التكرار. تابع فوائد استخدام التعلم الإلكتروني: توفير المناهج الدراسية طوال اليوم وفي كل أيام الأسبوع وليس يوم محدد في الأسبوع، الاستمرارية في الوصول للمناهج، الانصراف عن اعتماد الحضور الفعلي، تعدد طرق تقييم الطلاب، الاستفادة القصوى من الزمن، تقليل الأعباء الإدارية بالنسبة للمعلم، وأخيرا تقليل حجم العمل في المؤسسة التعليمية. التقنيات المستخدمة في التعلم الإلكتروني: توجد عدة تقنيات عديدة في تستخدم في التعلم الإلكتروني، أبرزها القرص المدمج CD، الشبكة الداخلية إنترانت، شبكة الإنترنت، مؤتمرات الفيديو فيديو كونفرنس، المؤتمرات الصوتية فيديو كونفرنس، الفيديو المتفاعل Interactive Video، برامج القمر الصناعي Satellite Programs. معوقات استخدام التعلم الإلكتروني: من أبرز معوقات استخدام التعلم الإلكتروني الآتي: 1- تطوير المعايير وخاصة معايير سكور، 2- نقص الدعم والتعاون مقدم لعملية التعلم الإلكتروني، 3- علم المنهج وطرق التدريس، 4- الخصوصية والسرية، 5- التصفية الرقمية، 6- مدى استجابة الطلاب
مع نمط التعلم الإلكتروني. 7. زيادة التركيز على المعلم. تابع أبرز معوقات استخدام التعلم الإلكتروني. ونبدأ مدى وعي أفراد المجتمع بهذا النوع من التعليم. كذلك الحاجة المستمرة للتدريب ودعم المتعلمين والإداريين على كافة المستويات. كذلك الحاجة إلى نشر محتوى تعليمي ذو مستوى عالي من الجودة. كذلك الحاجة المستمرة لتدريب المتعلمين. كذلك أيضا صعوبة التأكد من شخصية الطالب في الاختبارات الإلكترونية. وأخيرا تعديل اللوائح والقوانين. التقويم. عزيز الطالب، حاول الإجابة عن الأسئلة التالية: 1. عرف ما هو التعلم الإلكتروني. 2. ما هي أبرز أنواع التعلم الإلكتروني. 3. اذكر أهم فوائد استخدام التعلم الإلكتروني في مجال التعليم. 4. ما أبرز التقنيات المستخدمة في التعلم الإلكتروني. 5. ما هي أهم معوقات استخدام التعلم الإلكتروني في التعليم. وشكرا لك.